مرحبا حلوين، وألف أهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد طبعا. اليوم الفيديو راح يكون عن سلسلة جديدة بالقناة، حيكون اسمها عائلة الخجولة. فقبل أن نبلش بالفيديو، لا تنسوا لايك وسبسكرايب وكومنت عشان اشتاقوا مريم، وحملة جديدة اللي هي حملة توصيل مريم لـ25 ألف مشترك. كل شي كتير لكم على 20 ألف مشترك، عن جد بتشكركم من كل قلبي، ما بعرف كيف أعبر عن شكركم، بس أوكي شكرا. فيا طبعا الحين بدي اياكم توصلوني لـ25 ألف مشترك، بس شكرا يعني على 20. فبس نبلش بالفيديو، بدي اطول عليكم، وان شاء الله بعد هاي السلسلة راح اخذ قصة من قصصكم، لانه هيك بدي يعني تقريبا ما عندي اي قصة ببالي بعد هاي. فيا يا نبلش بالفيديو. اشعر بالملل الشديد، ماذا افعل؟ أصلا أنا دائما حياتي كلها ملل، لم أخرج خارج المنزل منذ 10 أعوام. حسنا، أنا عمري 10 أعوام ولم أمشي خارج المنزل قط أبدا. وأما عن مدرستي فأنا أدرس في المنزل وأختبر في المنزل وكل هذا. حسنا، لأننا أغنياء لذا المعلمون يأتون إلى منزلي وهكذا، وأحيانا أظن أمي لا تدخلهم. إن عائلتي حريصة جدا، وكمان هم خجولين جدا، إنهم يعني إنه فقط نادر جدا عندما أرى أمي تتحدث إلى أي شخص، يعني لا تذكر أي مرة أو آخر مرة قد تحدثنا فيها إلى شخص ما. نحن لا نتحدث إلى أي شخص، فقط نبقى في منزلنا، نرى نفس الأشياء يوميا، نأكل نفس الأشياء، نفعل نفس الأشياء. أشعر بالملل الشديد، سوف أنظر من النافذة أرى ما الذي يفعلونه. هيا أخي نلعب ارمي الكرة. حسن، إذا هانا أنت باق، تسقط الكرة في مكان. حسن، هيا نلعب. أريدون أن ألعب معهم، لكن أمي لا تسمح لي بالخروج أبدا. منذ سنوات تقول بأن العالم الخارج خطير، وأنه من الأفضل لنا أن نبقى في منزلنا. سوف أذهب إلى أختي. أختي، ماذا هناك عزيزتي؟ اسمعي، أريد أن أخبرك شيء مهم. حسنا، ما هو يا ترى؟ لماذا تخبريني أنا؟ أخبري أمي إذا هناك شيء. كلا كلا، يعني هناك شيء خاص. ما هو يا ترى؟ حسنا، لم تملي من حياتنا هذه؟ حياتنا؟ ما بها حياتنا؟ يعني أختي عمرك 16 عاما ولم تخرج خارج المنزل، يعني كيف تتحملين هذه الحياة؟ أنت لم تخرج أبدا. يعني إن أمي تقول بأن العالم خارج خطير، وإنه من الأفضل لنا أن نبقى في منزلنا محميين وهكذا. حسنا أختي، لكن هذا يعني نحن لم نخرج أبدا، وأنا لا أتحمل هذه الحياة. ألم تملي مما تفعلينه يوميا؟ مشاهدة التلفاز، نفس الأشياء التي تأتي فيه، ونفس الأشياء التي نفعلها يوميا، وليس لديك أصدقاء. ماذا يعني؟ أمي تقول بأن الأصدقاء فقط مجرد إتعاب. حسنا، إنهم يخونونك و إنها أشياء هكذا، أعني لها أدري، لكن أمي تقول بأنه شيء جيد، إنها أفضل لنا أن نبقى هكذا مع بعضنا. حسنا، لكن ماذا هناك؟ أخي، في الواقع هذه الفتاة غريبة جدا، أتعرف ماذا قالت لي؟ ماذا قالت لك؟ أيضا لماذا تبدين حزينة هكذا؟ يعني أريد أن أخرج. ما الذي تقولينه؟ أرأيت إنها مجنونة. ماذا بك؟ لماذا تقولين هذا؟ لماذا تريدين أن تخرجين؟ أخي، ألا تشعر بالملل هنا؟ دائما نفعل نفس الأشياء ونأكل نفس الشيء حتى، يعني لا تقلقي، هنا العالم أفضل مع بعضنا. حسنا، لماذا تريدين أن تخرجين؟ يعني يوجد خاطفون، ربما يتم خطفك أو قتلك أو ما شابه، هناك أيضا سيارات وهي مخيفة أيضا، قد تصطدمين في واحدة منها. لكن يعني قد أصطدم لأني لم أتعود عليها ولم أخرج قط في حياتي، أنا أشعر بالملل من هذا. ماذا بك؟ أنت حقا غريبة جدا. هيا أجلس وشاهد التلفاز معنا. أنا أشاهد التلفاز دائما، لا أفعل شيئا أصلا سوى مشاهدته. أنا ذاهبة. ماذا بهذه الفتاة فجأة هكذا؟ لا أدري، إنها غريبة. حسنا، إذا سوف أكمل المسلسل. أخبيها. عزيزتي، ماذا بك حزينة هكذا؟ هل ضيقوك أخواتك أو ما شابه؟ لا شيء، لم يحدث شيء مما هذا. حسنا، أنا ذاهبة لغرفتي الآن. ماذا بك؟ هل فعلنا شيء خاطئ؟ لماذا هي حزينة؟
لا أدري، ربما أنك تركها فقط بعض الوقت بمفردها. حسنا، إذا أعتقد هذا، أشعر بالملل من كل هذا. ماذا أفعل؟ فقط أظن نحن أغنياء جدا، أي شيء أطلبه والداي يحضروه لي، لكن أريد أن أخرج حتى ولو لحظة واحدة في حياتي. منذ أن نُت وأنا في هذا المنزل لم يتغير أي شيء، 10 سنوات. وفي وقت العشاء، عزيزتي استيقظي أختي، أنت نائمة في هذا الوقت، إن الساعة لا تزال 8. أنت كسولة، هيا استيقظي، تتصرفين بغرابة جدا اليوم. ميرا، ماذا هناك؟ ما تريدين مني؟ أنا كنت نائمة، أعرف هذا، لهذا أيقظتك. حسنا، إنه وقت العشاء، هيا. لا أشعر بالجوع، هذا ممنوع، هيا تعالي، عليك أن تأكلي، أنت فقط فطرتي وتغديتي، الآن وقت العشاء، هيا نذهب. حسنا، اذهبي، أنا قادمة. أشعر بالملل، سوف أذهب الآن لكي أكل. أين هي أختك؟ إنها قادمة، هذا ما قالت. لقد أتيت. حسنا، إذا هي جلست تناول طعامك. هكذا يبرد الطعام، هيا عزيزتي. حسنا، أنا قادمة، هيا سوف أكل. ترى هل أخبرهم؟ حسنا، إذا أمي، الطعام جميل. عزيزتي، هيا كلي ولا تتحدثي أثناء أكلك. حسنا، هذا ممنوع. أجل. حسنا، لقد ملت من هذا. ماذا هناك؟ ميرا، أنا أتحدث أثناء الطعام على المائدة، ممنوع. عزيزتي، إلهي، هذا سيء. هو أظن، لماذا صوتك مرفوع هكذا؟ أنا ملت من هذا. حسنا، لا أريد كل هذا، أكره هذا. ماذا بك عزيزتي؟ ما الذي حصل؟ هل ضايقك أحدهم من أخواتك؟ كلا، يعني من حياتي كلها لا تضايقني، يعني أنا لم أخرج، كل شيء أراه نفس اليوم. عزيزتي، ماذا بك؟ تحدثي بهدوء. إلهي، سوف أعاقبك ميرا. حسنا، أنا على هذا الأسلوب، وأيضا لأنك تحدثتي أثناء تناول الطعام، وأنت تعرفين بأن هذا ممنوع. لكن اسمعوني، ماذا هناك عزيزتي؟ قولي، ما الذي لديك؟ يعني أنا عمري 10 سنوات إلى الآن، وحتى الآن لم أخرج خارج هذا المنزل، نفعل نفس الشيء يوميا، وكل الحوارات يوميا، وأعني على هذه الحياة غريبة، إنها مملة، أريد أن أخرج. تريدين أن تخرجين؟ إلهي، هذه الفترة الغبية. ما تقصدين؟ أجل، أريد أن أخرج مثل باقي الناس الذي أراهم. أي ناس؟ الذي أراهم من نافذتي وفي التلفاز، أرى الناس جميعا هكذا تذهب إلى المدرسة ويحصلون على أصدقاء ويلعبون حتى في التلفاز. يا إلهي، إذا ما تريدينه بالضبط؟ وضحي. أريد أن أكون مثل الناس الطبيعية. حسنا، أريد أن أذهب إلى المدرسة. ماذا إلى المدرسة؟ لكن أنت تدرسين هنا بالفعل، أحصل لك على أي كتب تريدينها. كلا، أريد المدرسة حسنا، التي بها خزانات وهكذا. حسنا، أريدها، ولكي أحصل على أصدقاء أيضا. حسنا، ربما نفكر في هذا. أجل، ربما أنت على حق. ماذا أمي؟ لكن أنا عمري 16 عاما، ولم أخرج خارج هذا المنزل قط، ولم أيضا لم أخبركم على أن تخرجوني. ما هذا؟ أجل، هذا صحيح، حتى أنا. لكن أعتقد بأنه يومكم أنتم أيضا. حسنا، سوف أسجل لكم جميعا في مدارس. أجل، هذا صحيح. هذا، لكن لم نخرج من قبل. حسنا، عليكم أن تتعودوا، يعني أشعر بأنني بالفعل قمت بظلمكم جميعا. حسنا، سوف أسجل لكم جميعا في المدرسة. حسنا، حقا أمي؟ أجل، هذا صحيح. إذن هيا تناولي طعامك الآن واذهب إلى النوم بعدها، لأنني سوف أسجل لك في مدرسة. حسنا صغيرتي، هيا تناولي طعامك، تعالي، ماذا بك؟ أشعر أوكي. حسنا، أمي قادمة، لكن أنا فقط سعيدة جدا. أمي، شكرا لك، شكرا.
عزيزتي لا بأس، أنا أمك علي أن أفعل لك كل شيء يساعدك يا حسنان. حسنا أمي سوف أكون في اليوم التالي. اليوم سوف يكون أول يوم لي في المدرسة، سوف أبدل الملابس الآن. هذا جيد حسنا، إذا سوف أذهب بسرعة. أمي صباح الخير. صباح الخير عزيزتي، تبدين سعيدة جدا اليوم. أجل سوف أذهب إلى المدرسة. حسنا إذا لا نزال لم نسجل لك تماما فيها، علينا أولا أن نأخذ جولة فيها. هل هذا مسموح؟ أجل يمكنك أن تذهبي وتري كيف تبدو هذه المدرسة إذا أعجبتك أو لم تعجبك. حسنا حسنا هذا رائع، أنا جاهزة أمي، متى سوف نذهب؟ تناول فطورك أولا، سوف أحضره الآن. كلا كلا أنا أريد أن أذهب. حسنا حسنا إذا هيا بنا. هيا. إذا سوف تذهبون بالفعل؟ أجل أما أنتم فجولة مدرستكم سوف تكون غدا. حسنا أنا لا أزال لست متأكدة عن إذا ما كنت أريد أن أذهب إلى مدرسة أبي وأمي. عليك أن تذهب أنت أيضا حسنا، أنا كنت مخطئة فأن أجعلكم داخل المنزل هذه كل هذه السنوات لم أخرجكم. حسنا إذا هيا عزيزتي ميرا لنذهب. هاي أمي هيا بنا. إلى اللقاء أختي وأخي. إلى اللقاء، احذري جيدا حسنا ولا تتحدثي مع أي شخص غريب قد يقتلك. أجل لا تقلقوا، ما هذا، هيا نذهب أمي وأبي، هيا هيا. وبعد أن وصلوا، حسنا إذا قد وصلنا. واو إنها كبيرة جدا، يمكنني أنا أريد أن أدخل. حسنا إذا هيا بنا ندخل عزيزتي. واو تبدو رائعة. مرحبا مرحبا. أهلا صغيرتي. مرحبا. هل أنت جديدة؟ أجل أنا جديدة في الواقع، لقد أتينا إلى هنا لكي تأخذون جولة في المدرسة بما أنه أول يوم. صحيح؟ أجل هذا صحيح. تبدون لطفاء جدا، هل تريدين مني أن أخذك في جولة؟ أجل حسنا إذا تعالي معي. حسنا إذا هيا بنا، لا تتأخري صغيرتي، حولي بسرعة. حسنا ولا تتوهي، لا تقلقي لن تتوه، أنا المدرسة ليست كبيرة لهذه الدرجة. هيا أنا اسمي سمر، ماذا عنك؟ ميرا. هيا ميرا اسمك رائع على أي حال، هيا نذهب. حسنا. وبعد الجولة، إنها رائعة جدا لكن لا يوجد خزانات. خزانات؟ لماذا خزانات؟ نحن لا نزال في الابتدائية حسنا، لا نحتاج إلى خزانات. لماذا؟ أيضا صحيح هناك قوانين. قوانين؟ ما هي القوانين؟ حسنا ممنوع الجري في الطرق، وأيضا ممنوع أن تتكلمي في الحصة. ماذا؟ ممنوع أن أتحدث في الحصة؟ كيف؟ حسنا لكي تركزي في الشرح أكثر. لماذا؟ كلا لا أريد هذا، لكن هذا. وأيضا لا يوجد خزانات. ما تقصدون مدرسة لا يوجد فيها خزانات؟ ماذا يعني؟ نحن لم نزل 10 أعوام فقط، أيضا لا نحتاج إلى خزانات، نحن في الابتدائية فقط. هذا أكره هذا بالفعل، لكن لماذا خزانات أيضا؟ رأيت بالتلفاز أنه يوجد خزانات في المدارس. حسنا ربما كنت تتفرجين على مدرسة ثانوية أو ما شابه أو متوسطة مثلا، يعني لا يوجد خزانات هنا، نحن ابتدائية. هذا وأيضا ماذا؟ حسنا أيضا عليك أن تأتي في ملابس خاصة بالمدرسة، وهي هذه الملابس التي أرتديها. ملابس خاصة؟ ما تقصدين؟ يعني عليك أن تشتري هذه الملابس وتأتي بها يوميا، إذا أتيت غير هذه الملابس سوف تنقص درجاتك وتذهبين إلى الحاجة أيضا. صحيح، إذا خالفت أي قانون من هذه القوانين سوف تذهبين إلى الحجز. لكن ماذا يعني؟ أيضا هناك اختبار شهري. حسنا ما تقصدين اختبار شهري؟ اختبار شهري يعني سوف تختبرين شهريا عن كل الأشياء التي أخذناها، وإذا رسبتي سوف تنقص درجاتك وهكذا، وسوف تبخين من قبل المعلمة، وتعرفين هذا أمر سيء، لذا أدرس بجهد. لكن ما هذا؟ أنا أكره هذا، أنا ذاهبة. من اللحظة؟ ميرا ماذا بك؟ هل قلت شيء خاطئ؟ أمي أبي هيا نذهب من هنا. عزيزتي ماذا بك؟ لم تكوني تريدين أن تذهبي إلى مدرسة؟
أنا آسفة إذا قلت شيء خاطئ، لكن حقا آسفة أمي. هناك الكثير من القوانين في هذه المدرسة، تخيلوا لا يوجد خزانات، وأيضا ليس علينا أن نتحدث في الصف. و إلهي، هذا حسن، هذه هي المدرسة. لا أريد هذا، لا أريد، أكره هذا، أكره هذا، لنذهب، أريد مدرسة غير هذه. لكن هذه أفضل مدرسة موجودة. أجل، هذه المدرسة حاصلة على أكثر من 5 نجوم، عليك تلتحق بها، إنها رائعة جدا، سوف تحبينها، أعدك بهذا. أيضا سوف أكون صديقتك حسنا. لا أريدك، لا أريد أن أكون صديقة لشخص مثلك حسنا. أكره كل هذا، أكره هذه القوانين. هيا لنذهب. أوه عزيزتي انتظري. أوه إلهي، ترى ماذا بها؟ لقد جرحتني كثيرا، ما تريد مني أن أكون صديقتها؟ حسن، إذا أنا ذاهبة إلى الحصة، لقد تأخرت. أكره كل هذا، أكره، أنا ذاهبة. آه إلهي، ماذا بها؟ يبدو مزاجها معكرا جدا، ما الذي حصل في الطريق؟ في الواقع لم تعجبها المدرسة. ما تقصد لم تعجبها المدرسة؟ كما سمعتي، لقد كان هناك الكثير من القوانين وما شابه، وهي لم تعجبها كل هذا. أيضا كانت تعتقد بأنه يوجد خزانات ولا تريد أن تتحدث في الصف حسنا. لا يوجد تحدث في الصف. صحيح، أنت أيضا لم تذهب إلى مدرسة في حياتك حسنا. قالت بأنها تعبت، لا يوجد كلام في أثناء تناول الطعام وأيضا في الحصص، هذا ما قالت. إلهي، إذا ماذا سوف نفعل؟ أعتقد أنني سوف أبحث لها عن مدرسة أخرى. ماذا؟ لكن أمي، لا تجدي نفسك لأجلها، هذه المدللة عزيزتي، هذا كله خطأ من البداية، لأني لم أفعل كل هذا من البداية حسنا. أنا أيضا هذا خطأي. لكن أبي، أمي. حسنا، إذا سوف تذهبون إلى مدرستكم غدا، تجهزوا. سوف أبحث، أنا أبحث لها على مدرسة تليق بها. هذه الفتاة، أجل، إنها تتعب أمي كثيرا حسنا. إذن أعتقد أنه لا شيء يمكنني أن أفعله. أنا أيضا. وبعد 5 أيام أشعر بالتعب. أمي، ماذا بك؟ لقد بحثت كثيرا عن المدرسة، وأمي كل هذا تبحثين عن المدرسة، لم تستطيع النوم منذ أيام بسبب بحثك. رأيتي، أنت تتعبين أمنا فحسب. هذا ليس من شأني، أنا أريد أن أذهب إلى المدرسة. هي لك من الفتاة المدللة. حسنا، إذا هذا خبر سعيد، لقد وجدت لك مدرسة التي تريدينها حقا. أجل، لأنه والدك وجدناها، لكنها بعيدة من هنا نوعا ما. لا بأس، أنا سوف أذهب بمفردي. أنت متأكدة؟ أجل، أنا متأكدة. حسنا، إذا لا بأس، أعتقد بهذا. حسنا، إذا سوف نذهب إليها غدا، تجهزي. حسنا، شكرا لكم، شكرا، هاي أنا سعيدة. أمي، هل أنت متأكدة من هذا؟ لقد تعبت كثيرا لأجلها، وهي فتاة تستحق هذا. لا بأس عزيزتي، لا بأس، أنا على ما يرام. أمي تبدين متعبة جدا. إذا ما رأيك؟ تبدو جميلة، إنها تشبه تلك المدرسة نوعا ما، لكنها تبدو أفضل بكثير. مسرورة أنها عجبتك. سوف أذهب بجولة بمفردي. أنت متأكدة من هذا؟ أجل، أنا ذاهبة. رائع، خزانات، هذا رائع جدا، يوجد خزانات. ما هذه الخزانة؟ مكتوب عليها هذا الرقم. أحسن، إذا هذا رائع جدا، يوجد كثير من الخزانات هنا، أنا سعيدة. مرحبا، أنت الطالبة الجديدة أليس كذلك؟ أجل، هذا صحيح، تبدو كذلك. أجل، أنا طالبة جديدة. ما اسمك؟ ميرا. هذا رائع ميرا، أنا لوسي وهي كلير. كلير؟ أجل كلير. سعدت بمعرفتك ميرا، تبدين لطيفة. شكرا لكم أنتم أيضا. حسنا، إذا تريدين جولة أو مساعدة أو ما شيء؟ كلا، فقط أريد أن أعرف شيء، هل يوجد قوانين هنا؟ قوانين؟ أي قوانين؟ كلا، لا يوجد أي شيء هنا. حسنا، قوانين، يعني يمكننا أن نتحدث في الصف؟ أجل، يمكننا أن نتحدث في الصف على راحتنا. أيضا بعض الأحيان تذهب المعلمة إلى التحدث في الهاتف وتترك الصف. ولذا نستطيع أن نتحدث كما نريد.
هذا رائع جدا. هل يوجد امتحانات شهرية؟ امتحانات شهرية ما تقصدين ما هذه؟ كلا كلا لا شيء، فقط يعني اختبارات. كلا لن نختبر إلا نهاية العام، وأيضا نستطيع أن نغش كما نريد. حقا هذا رائع. أجل في الواقع هذه أول مرة لي أذهب إلى مدرسة. أول مرة؟ كم عمرك؟ 10. نحن أيضا 10. إذا كيف؟ كنت أدرس في المنزل وأختبر في المنزل وهكذا. هذا رائع رائع. كلا في الواقع إنه ممل. حسنا يبدو مميلا نوعا ما. إذا ما كان اسمك مجددا؟ ميرا. صحيح ميرا ميرا. هيا دعنا نلعب سويا. حسنا أنا هي منا. وفي نهاية اليوم الدراسي، شكرا جزيلا لكم، لقد كان هذا اليوم جميل جدا. مسرور أنه أعجبك ميرا. حسنا عين أنا أذهب الآن. تريدين توصيلة أو ما شابه؟ كلا كلا استعن أذهب بمفردي، شكرا أنا ذاهبة. إلى اللقاء. تبدو مسلية لكنها مملة نوعا ما، ويبدو ذوقها غريب. رأيت الملابس التي ترتديها تشبه ملابس جدتي. لا تقولي هذا، قد تسمعك، لقد ذهبت بالفعل. ملابس جدتي تبدو أسوأ حتى. هذا مضحك. هيا الآن نذهب. أين سوف نذهب؟ لا أدري، أخذت بعض المال بدون أن تدري أمي، وسوف نخرج به ونشتري الكثير من الحلوى. حسنا هذا رائع، أنا كنت أشعر بالملل وأيضا هكذا. هيا نذهب. هيا وبس، تحب تكون أنت تحرقت اليوم، فبتمنى انها تكون عجبتكم. طبعا اذا عجبتكم لا تنسوا اللايك، واذا انتم يعني هذا اول فيديو تشوفوه بقناتي لا تنسوا لكم تشتركوا بالقناة بليز، وحسنا 25 مشترك. فيا ولا تنسوا تعليقاتكم الحلوة اللي كتير بتفرحني صراحة، اكتر شي التعليقات تفرحني وشير. وبس باي باي، اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.